فخلنا نشوف الاد. عندنا نوعين من الاد، عندنا public boolean add اللي هو شنو، ياخذ الاوبجكت دايركت، زين. وعندنا نوع ثاني void، انه شنو، ياخذ الاندكس والاوبجكت، يحدد لنا الاندكس وين وش اسمه، ونخليه في الليست او الاري. زين خلينا نسوي اول واحد اللي هو شنو، as object adds object an entry سماه entry at the end of the list and return true. تمام، هاي الاد اللي بنسويه اول واحد. public boolean add بيستلم اي انتري زين. فشنو بنخلي هني، مفترض الاكواد اللي بنكتبها تكون يعني اقل سطر، يعني اقل كتابه ممكنه، وتكون سريعه وافيشنس. زين فشلون نسوي، خلينا نفكر فيها بالرسم. هاي الاري مالي، هاي اول مره بسوي الاري، السايز مالي صفر زين، وبحط قيمه، القيمه اللي بحطها هنا مثلا زين انتري خليناه تمام. فهو بالطريقه العاديه يوم اخلي شو اسمه الداتا داخل الاري تكون بهالطريقة، the data equal نحط هنا position equal بعدين entry 10 اللي هو يعني زين. ولكن شنو المشكلة، شنو ان احنا ما بنعرف وين بيكون position في كل مرة. تمام، يعني 10 اذا هاي في اول مرة، ثاني مرة بنحط 20 البوزيشن اختلف زين، ثالث مرة كل ماله البوزيشن قاعد يختلف. علشان نحل هالمشكلة شنو، بنعتمد على السايز. السايز في أول مرة كام؟ صفر. فهني بنخلي لنا شنو، سايز تمام. إذا خلينا السايز في أول مرة السايز صفر، بنخليه داخل 10، ولكن لازم نكمل الكود ونقول له size plus plus تمام. فالحين السايز في ثاني مرة كم صار؟ صار 1. خلنا مثلا نسوي جدول ونكتب في السايز والأرقام اللي بتصير مع الوقت، يعني هاي السايز أول مرة صفر، ضفنا element زين، ضفنا element كم بيصير؟ بيصير 1. بعد ضفنا element بيصير 2، وكذي السايز بيتغير. وكل مرة السايز الجديد هو بيكون البوزيشن حق المكان اللي نبي نحط فيه الداتا، إلى ما يوصل إلى 5. إذا وصل السايز 5 فمفترض شنو يصير؟ الاري يصير له expand زين. فخلنا نكتب الكود. بنكتب the data equal هني entry، وهني نخلي size زي ما قلنا، لأن size هو اللي بيتغير كل مرة زين. وبعدين بنقول له size plus plus. هل ممكن نختصر هالخطوة؟ نعم صرنا نختصرها، من مكان نقول size plus plus نخلي ال plus plus هنا زين. فاختصرنا من مكان نكتب سطرين، كتبنا سطر 1، عقب ما يخلص هالسطر ال size automatic بيزيد 1 تمام. عندنا الحين مشكلة أو شغلة، إن ممكن ال size يوصل ال capacity، وإذا ما حطينا له condition ما 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 استفدنا اصلا من الاري ليست اللي سويناه كامل زين. فعلشان نعرف ان هل
السايز وصل الكابسيتي ولا لا نحط له اف. وأردي احنا عندنا ميثود بارز يسوي لنا هالشغلة اس فول. زين اذا اس فول زين هو اذا اس فول يعني صاير فول بيعطينا ترو. او نقدر ساعات نكتب سايز ايكوال كابسيتي اللي هو على راحتكم كله واحد. زين اذا السايز ايكوال كابسيتي مفترض يستدعي لي ميثود ثاني زين يكبر لي الاري. انا حاليا لان ما كتبنا الاري ما كتبنا الميثود ريلوكيت فبس بخليه كاسم كذي. تمام بعدين بنرجع نسوي الاعداد بعدين بنرجع بنسوي الميثود ريلوكيت. زين فهني عرفنا اذا صار فول خلاص. إلس مفترض ما يكون إلس. ليش؟ لأن شنو أول شيء بيشيك هل هو في مجال أو لا. ما في مجال كبر الأري كمل الخطوة. تمام إذا خليت إلس شنو بيصير بيكبر الخطوة وما بيكمل الكود فمفترض ما في إلس بس إف. تمام حتى هاي إيش اسمه بريسي ما بنحتاجه يكون بهالطريقة. إذن عقب ما هالخطوات كامل مشوا بطريقة طبيعية مفترض شنو يصير return true. تمام وما بيصير false إلا إذا الفانكشن أصلا ما اشتغل أو الميثود ما اشتغل. تمام هاي أول add and the end خلصنا منه. فخلنا نروح حق الأداة الثانية اللي عندنا هنا وخلنا نشوف شنو المواصفات اللي فيه. قال لي adds object a entry in the list at the location given by index. يعني إنه لازم شنو نختار وين نحطه وين مكان اللي بنحطه. زين قال لي هالمرة نوعيته خليه يكون void فبنسوي كvoid. خلنا نكتب العنوان مال الميثود. public void add بنخلي اول شيء في البداية integer int index وبعدين e entry. تمام زين الحين خلينا نفهم شلون يصير الشيفتنج. زين خلينا نقول عندي داتا اوريدي موجوده وابي احط داتا ثانيه في الوسط. شلون هاي يصير عشان نفهم الفكره خلينا نروح حق البنت ونروح خطوه بخطوه شلون قاعد يصير. خلينا نقول ان هاي الاري مالي. خلينا نحط شوي داتا خمسين. تمام خلينا داتا. الحين نبغي نحط مثلا 60. هاي داتا جديدة جايت لنا نبي نحطها. add خلينا نحط الأول شيء الاندكس اندكس 1 ونحط فيها 60. تمام نهاية الكونديشن مالنا. إذن خلنا أول شيء نعرف كم السايز عندنا هنا. عندنا السايز الحين 5. تمام الكابيسيتي عندنا 7. تمام خلنا نشوف أول خطوة شنو بيصير. أول شيء إذا أنا أبي أحط الستين هالستين خلاص هالستين أبي أحطها وين؟ أبي أحطها هني. إذن أنا ما أقدر أخليها مكان العشرين لأنه بيصير لوز ديتا. زين وإذا صار لي لوز ديتا فالعشرين راحت وما بعرف يعني
الاسم. تخيلوا مثلا لستة اسامي موظفين، ان بحط بقدم اسم واحد قبل الثاني، زين اذا خليته مكانه دايركت ذاك الاسم انمحى، فصار في السيستم، فصار السيستم ناقص والديتا مو كامله. فعلشان احل هالمشكله شنو لازم اسوي؟ لازم اسوي شيفتنج، ان اغير اماكنهم زين، وشنو يعني مثلا ادزهم كل واحده وهني يصير فاضي واخلي الديتا. علشان اسوي شيفتنج ببتدي من وين؟ من الخمسين، لان ليش؟ هي اقرب شيء حق النهايه زين. فشنو بسوي؟ بسوي شيفت من ال اسوي شيفت 50 بحطها في اندكس 5 زين. فبصير الديتا الحين على هالشكل 40 50 و50 ثانية تمام. فهني سويت شيفت حق الديتا، وديت الخمسين الى اندكس 5 زين. الحين خلصنا من هالخطوة. الخطوة اللي عقبها شنو مفترض اسوي؟ مفترض اودي الاربعين مكان الخمسين، اوديه بهالطريقة تمام. فشلون بيكون الديتا مالي؟ 40 هني بيكون بعد مرة ثانية 40، وهني 50، صار شيفت تمام. فبنزل بكمل الحين 40 صار اعتدل مكانها. فشنو لازم اسوي؟ اشيل 30 واديها مكان 40 زين. فشلون بيكون شكل الديتا؟ بيكون بهالطريقة 10 20 30 50 تمام. سوينا الشفت حق 30، الحين شنو نحتاج نسوي؟ نسوي شفت حق 20 تمام. فالعشرين وين بتروح؟ بتروح هني زين. فشلون بيكون شكل الديتا في هالمرحلة؟ 10 10 20 20 هني صار له شيفت اوريدي. انا هني في هالحالة سويت كل الاليمنت شيفت زين. ما بقالي الا الحين خلاص مرحلة الشفت خلصت، الحين بس بقالي شغلة واحدة اللي هو اضيف الاليمنت مكان الاندكس، يعني ان اخلي الرقم اللي ابغيه اللي هو 60 زين مكان اندكس 1، لان ليش؟ كلهم سويت لهم شفت الديتا، والحين اقدر اخلي الديتا الجديدة اللي ابغيها. بصير شكل الديتا بهالطريقة عشرة هني بيكون 60 زين. فكذي سويت لي اد في المكان اللي حددته بدون ما اخسر الديتا زين. واخر خطوة شنو بسوي؟ لو نلاحظ هني زين السايز والكاباسيتي زين نفس الشيء 5 وهني 7 زين. هني بعد نفس الشيء 5 وهني 7 تمام. بعدين 5 7
زين خمسة سبعة، لأن في الشيفتنج ما أحتاج أزيد السايز. زين، ولكن هنا يوم خلصت الديتا حطيت الديتا المناسبة، زين فلازم شنو أزيد السايز، فالسايز من خمسة بيصير لي ستة. زين، والكاباسيتي بيكون نفسه، في حال الكاباسيتي كان فول بيصير اكسباند وبيسوي نفس الطريقة. هالعملية يسمونها شيفتنج. زين، فبنسوي شيفت. خلونا نركز من وين ابتدى الشيفت. هو الشيفت اكيد بيكون عن طريق اللوب. زين، فلو نلاحظ الشيفتنج كله كان من اخر شيء، زين، من اخر الليستة، من اخر مكان في الديتا. زين، يعني وين وديناه؟ وديناه هني اخر الليست اللي هو خمسة نفس قيمة السايز، تمام؟ يعني التارجت مالنا كان هني. زين، شلون بنودي؟ شنو ابسط طريقة؟ شنو مفترض يكون داخل اللوب علشان يفرق؟ خلينا نشوف بالكمبايلر. اول شيء بنكتب الفور لوب مالتنا، مفترض شلون تكون فور. زين، بتكون نفس الطريقة العادية، انتجر اي. زين، اي تساوي كم؟ من وين احنا قاعد نبدي؟ احنا قاعد نبدي من اخر شيء. اخر شيء يعني وين التارجت مالنا؟ التارجت مالنا هني خمسة، ان نبغي شنو؟ الديتا هاي تروح هني، تمام؟ فالخمسة هاي من وين بنعرف قيمتها؟ من وين بنعرف ان هي اخر شيء؟ او خلينا نقول هي اللي مكان الفاضي من السايز نفسه، نفس الطريقة الأولية اللي عرفنا فيها السايز، ان هي بتكون المكان الفاضي في الاري حق الديتا الجديدة، نفس الطريقة بنستخدمها هنا. زين، في الفور مالتنا، فبنقول له i equal size، تمام؟ بعدين نقول له i greater than. مدام احنا بدينا بعود، فاللوب مفترض ماله ينعكس، لان ليش؟ اذا رحنا مثلا اصغر من، زين، اصغر من، فبيروح كأنه شنو؟ بيروح السهم هالطريقة. زين، كأنه رايح بهالطريقة، ولكن احنا ما نبغي يروح بهالطريقة، احنا نبغي بالعكس، ان كل ماله قاعد يرجع، يحط ديتا ويرجع، يحط ديتا ويرجع، اوكي؟ فاحنا ما نبغي بهالطريقة، نبغي انه يرجع على ورا لين ما يوصل حق وين؟ اندكس 1. زين، فعلشان كذي فبنقلب اللوب كامل، فمن مكان نحط اصغر من بنحط اكبر من، لان السايز هو اكبر قيمة، فابي يوصل لوين؟ يوصل الى الاندكس، تمام؟ فأقول له اندكس اصغر من اندكس، ما بخليه ايكوال اندكس، لان ليش؟ ما ابي بعد يصير الشيفت للواحد قبل الاندكس، فابغي ليه ما يوصل للاندكس يوقف خلاص، تمام؟ بعدين بقول له اي ماينس ماينس، لان اذا خليت بلس بلس فبصير انفنت لوب، فمن كذي بخلي ماينس ماينس. علشان ما اخربطكم، انتو شنو عندكم شيفتنج، يعني شنو تاخذون ديتا من هني بتخلونه هني، هاي اندكس وهاي اندكس، هاي نفس ذا ديتا، هاي يعني صاير كل العمليه صايره في نفس الاري اللي هو ذا ديتا. زين، بس شنو اللي اختلف؟ اختلف الاندكس، مره كان أربعة، عقب صار خمسة وكذي يعني، او العكس. زين، فانتو اول شيء شنو تحتاجون؟ هالمكان، هاي الاندكس، تمام؟ بعدين تحتاجون واحد منا باقل عشان يحط الديتا. خلينا نشوف يمكن الفكرة توضح. فشنو بنحط؟ بنحط the data position، خلي البوزيشن الحين، بعدين the data. زين، لان ليش؟ كامل الشيفتنج صار داخل الاري نفسه، ولكن البوزيشنات اختلفت. فمثل ما قلنا، وين نبغي اول خطوة؟ نبغيها في السايز، والسايز هو عبارة عن شنو؟ الاي، فبنخليه الاي، تمام؟ فهني الديتا الجديدة بتكون في وين؟ بتكون في
بتكون في السايز هني بيكون المكان اللي نبي نحط فيه الداتا. وين المكان؟ المكان هاي هو هني، تمام. اذا من وين نبي ناخذ الداتا؟ نبي ناخذ الداتا من الاندكس اللي قبله. زين، فاذا نبي نرجع ورا شو نقول له؟ نقول له i minus minus 1، تمام. فبهالطريقه انه شنو صار هني؟ خذينا الداتا اللي قبله وخليناه. زين، فالاي خلينا نشوف مراحل الاي شلون بتصير. خذ الداتا من وين؟ من اندكس 4. زين، فصار هني 50، تمام. وهني نفس الطريقة. زين، 4، لأن ليش؟ في اللوب ماينس ماينس فبقل، كل ماله قاعد يقل. فهني بعد إذا قللنا بصير 3. زين، إذا كملنا هني 3. زين، بصير كم؟ بصير 2. في حال وصل 2، زين، الاي هني بصير 1 اللي هو الاندكس اللي احنا بغيناه. زين، اذا وصل 1 هني شنو بيصير؟ بيطرده، خلاص اللوب بيوقف. لان ليش؟ احنا قلنا لازم يكون اكبر من اندكس في اللوب مالنا. وهاي المراحل اللي بيمشي عليها مثل ما تشوفون. زين، 5 و4، هني 5 المكان. زين، خذ الداتا من 4. زين، وراح كذي، صار كذي. زين، بعدين راح حق 4. زين، خذ الداتا من وين؟ من 3. زين، خلاها هني. بعدين راح من 2، راح مكان 3 وخذ الداتا من وين؟ من 2. آخر شيء خذ الداتا، راح وين؟ 2، ولكن خذ الداتا من وين؟ من 1. فهني وقف اللوب خلاص. فهني بقى علينا آخر خطوة، إن مكان الواحد الاندكس اللي هو يبغيه نحط فيه القيمة. فنرجع حق الكومبايلر، هاي هني سوالي الشيفتنج خلاص. زين، ما نحتاج اللوب بعد. فآخر شيء بنقول له the data هني، ما بنخلي i، بنخلي اندكس. لأن ليش؟ احنا مكان الاندكس نبي نحط الداتا. equal شنو؟ انتري. زين، ونحتاج نزيد السايز كذي، بنكون خلصنا. ولكن مثل ما قلنا ممكن يصدنا مشكلة الاكسباند، فشنو؟ فنحتاج هالكود يكون موجود هنا، تمام. فهاي نسبة حق الاد اثنيناتهم. فخلنا الحين نعرف شلون نسوي relocate.